سيتي كلاب يمكن في محافظات مصر كلها ان شاء الله هتكون موجوده قريب، لكن بنقول مبروك لسكان العبور على النادي. نادي اعتقد من حجم الانشاءات وعلى اعلى مستوى، استادات على اعلى مستوى، ملاعب على اعلى مستوى، جميع الملاعب. خاصة انا طبعا اتفرجت على ملعب كره القدم، والاهتمام بكره القدم شيء كبير جدا. وبقول طبعا شركه السادات الوطنيه بالمشروع الكبير اللي بنقوم بيه او اللي هي بتقوم بيه، والواحد فخور ان يكون جزء من هذا المشروع، ان احنا عندنا تارجت كبير جدا جدا. بنشوف النهارده يعني حاجه في الاستثمار الرياضي بالفكر ده، يعني نتمنى ان شاء الله انه تكمل على خير ونشوف كل انديه سيتي كلاب. احنا النهارده يمكن موجودين بنمثل مجموعه من الالعاب الفرديه كجودو كاراتيه وحاجات كتيره، بس ان شاء الله ان شاء الله احنا شايفين انه ده بادره خير، لان نشوف الفكر ده في الرياضه قدام شويه باذن الله. بنبص على نادي، بنلاقي نادي موجود في دلوقتي في يمكن في 15 فرع، ويمكن سامعين ان احنا ممكن يبقوا في 20 فرع كمان، فهيقدر يوصل للناس، هيقدر يبقى قريب منهم. وجايبين اكاديميات او ناس متخصصه في الالعاب كلها، انا شايف يعني اعلى مستوى باحترافيه كبيره جدا جدا، ودي الميزه في الموضوع ان النهارده قدروا ان هم يوصلوا للناس، وجايبين لهم ابطال، وجايبين لهم ابطال مش قليلين جدا عشان يعلموهم ويوصلوهم للطريق او للعالميه او للاولمبياد باسهل طرق باذن الله. بص طبعا هو افتتاح حاجه جميله جدا بنجومه والاعضاء كمان اللي جم نوروا النادي، وطريقه الافتتاح حاجه توب كلاس يعني. والحقيقه احنا ابتدينا في كذا فرع اوريدي الالعاب القتاليه، والليفل المستوى بتاع الرياضه عامه مستوى عالي جدا. احنا بنعمل نقله رهيبه في الرياضه في مصر، يعني الناس فعلا هتعرف القصه دي كمان 3 4 سنين، ان انت كان عندك نقص في قصه ان المحافظات والحتت الاماكن البعيده كان دايما بتبقى مظلومه في ناحيه الرياضه تماما. يعني الاب والام فعلا ما كانوش عارفين يدربوا عيالهم فين، وعايزين يديهم حاجه اي كلاس مستحيله انها تيجي غير في انديه القاهره واسكندريه. فاللي احنا بنعمله دلوقتي ده نقله تانية خالص، انت بتوسع يعني بتعمل توسيع للقاعده بشكل رهيب. انا جيت اكتر من مره بالعبور، كل شويه شايف تطور كبير، وواحد من التطورات الكبيره فيها نادي سيتي كلاب. نادي رائع، كل المنشآت موجوده فيه، ملاعب كره القدم، حمام السباحه، المطاعم، فمكان يقدر فيه الشخص يعني والاسره كلها تقضي فيهم جميل، ومكان اكتر من رائع. طبعا شرفنا سيف بيه الوزيري ومحمد بيه مرجان ومجموعه كبيره من نجوم مصر يعني، فافتتاح رائع ونادي بقول لك اضافه كبيره لانديه مصر وانديه سيتي كلاب في كل مصر يعني. انا مبسوط يعني، دايما هم بييجوا يعرضونا او ييجوا يقدمونا للناس ان احنا جايبين كباتن كبيره، اسماء كبيره في جميع الالعاب. انا اللي بقول العكس، انا اللي محظوظ ان انا جوه المنظومه دي، جوه سيتي كلاب، اداره محترفه بتشتغل اجتماعيا ورياضيا. احنا فتحنا اكتر من فرع رياضيا، الحمد لله رب العالمين. الاعداد اللي موجوده على الاسماء او على الداتا التدريبيه اللي موجوده، الناس كلها مبسوطه. بالنسبه لفرع العبور، انا يعني بقول لاعضاء العبور حظكم حلو، نادي جميل قوي، نادي متقسم حلو قوي، الملاعب اللي في النادي جميله جدا، ان شاء الله نقدر نقدم داتا حلوه للاعضاء ولاولادهم اذا كنا في الباسكت او في الالعاب الاخرى، انما الكيان جميل وكبير وحلو يعني.